إحضار الذبائح للكوافير والتربح منها. بسم الله. إذا كنت ستأتي بذبائح من الفاسقات والكوافير تزيدهن فسقا إلى فسقهن فبئس العمل. أما إذا كنت تأتي بالنسوة أو صالحات تزينهن الماشطة هذه التي تسمونها الكوافيرة تزينهن الماشطة فلا بأس أن تزينهن وتأخذ أجرا أنت على ذلك أيضا إذا كان حلالا. إذا كانت الماشطة ستفعل محرمات بالمرأة كالنمص والتفليج والوصل ونحو ذلك فتأثم أنت وهي.